قال الناظم رحمه الله تعالى اللهم نفعنا بعلمه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يصح تطهير بما أطلق على مستعمل ولا بما بطهير مخلط تغيرا تغيرا إطلاقا الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثني تكيرا بعود صلبي أو ورق أو تحلب أو تربي ولا بماء مطلق حالة عين نجاسة وهو بدون الكلتين واستثني ميتا دمه لم يسني أو لا يرى بالطرف لما يحسني أو قلتين برطين رملي فوق ثمانين قريب رطلي أو قلتين بالدمشقي هي ثمان أرطال أتت معلمية والنجاس الواقع قد غيره واخترى في مشمس لا يكره وإن بنفسه انتفى تغير والماء لك زعفران يطر وكل ما استعمل في تطهير فرد وقل ليس بالطهور المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر وسفيل مأكولة ولا بشر والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر وجزء حي كيد مفصول كميتة لا شعر مأكول وسفه وريشه ورقة وعرق والمسك ثم فأرته وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب إن يدبغ بحرف طهر نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بترب وما سوى ذين ففردا يغسل والحث والتثلث فيه أفضل يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزل العين من عينية وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يسب كل المحل وماء مغصون له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل واللفع النزل دم وقيح من بطرة ودمل وقرح يباح منها طاهر من خشب أو غيره لفضة أو ذهب فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجزم زبرجدي وتحرم الضبة من هذين بكبار عرفا مع التزين إن فوكد حلت وفردا يكره والحاجة التي تساوي كسره ويستحب في الأوان التغطية ولو بعول حط فقل آنية ويتحر لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قدير للكم والبول وميتة وما ورد وخمر در أذن محرما يسن لبعد زوال الصائم وأكده لانتباه النائم ولتغير الفم ولصالة والسنة باليمنى الأرك أولى ويستحب الاكتحال وترا وغبان دهن وقلم ضفرا وانتفل إبط ويقص الشرب والعان تحلق الختان واجب لبالغ ستر كمرة قطع والاسم من أنثى ويكره القزع تنزها والأخذ من جوانب عن فقة ولحية وحجب وحلق شعر امرأة وردي طيب وريحان على من يهدي وحرم خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد مجيبه الخارج من سبيلي غير مني مجيب تغسيلي كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرأة رجل لا محرم وحائل لنقض كف مس فرج بشر ببطن كف واخترى من أكل للحم الجلز ومع يكين حدث أو طهر إذا طار شك بضده عمل يقينه وسابق إذا جهل خضد مقام لا يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم فرضه النية واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كبيك وترتيب ثم له شروط خمسة طهور ما وكونه مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث وسنان سواك ثم بسملا واغسل يديك قبل أن تدخل إنا ومضبط وتشك وعمم الرأس وابدأه من المقدم ومس أذن باطنا وظاهرا ولصم خين بماء آخر وخليلا أصابع اليدين واللحية الكثة ورجلين
واستكمل الثلاث باليقين وابدأ بيمنك سوى الأذنين واستصم النية من بدء إلى آخره ودل كعد والولا وللوضو مد ولتغسيله صاع وتل الغر وتحجيل ثم الوضوء سنة للجنوب لنومه أو إن يطأ أو يشرب كذاك تجدد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في أي وقت وقع أدبه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رشما ويبتدي اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اقترفا أو قدم اليسرى على اليمين أو جاوز ثلاثة باليقين رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاث ما على ياليها من الإحداث فإن يشك في انقضاء غسل وشرته اللبس بطور كملا يمكن مشي حاجة عليهما وستر لرجلين مع كبيهما والفرد مسح بعض علو ونودب للخف مسح السفن منه والعكب وعدم استيعابه ويكره الغسل للخف ومسح كرره مبطنه خلع ومدة كما الفقدميك اغسل وموجب اغتسال تلويث فرج موجب استنجاء وسن بالأحجار ثم الماء يجزئ ماء أو ثلاث أحجار ينقي بها عينا وسن الإيتار ولو بأطراف ثلاثة حصل بكل مساة لسائر المحل والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقلا والندب في البناء لا مستكملا أو مدبرا وحرمه في الفلا ولا بماء ركيد ولا مهب تحت مثمر وثكب وسرب والظل والطارق واليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسلا ومن سهى الضم عليه باليد ويستعيد وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد وباليسر ادخلي واعتمد اليسرى وثوبا أحسر شيئا فشيئا ساكنا مستترا ومن بقايا البول يستبري ولا يستنجي بالماء على ما نزل لما له بني بجميل طهر لقصب وذي احترام كثمر مجيبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تلاج فرجا ولميتا بلا إعادة والحد والنفس والولادة ويعرف المني باللذات حين خروجه وريح طلع أو عجين ومن يشك هل مني ظهر أو هو مد بين ذين خيرا والفرد تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا منبتا وبشرا ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابات تعينت وشرط رفع نجس قد عنما وكل شرط في الوضوء قدما وسن بسم الله وارفع قدرا ثم الوضوء ورجل لن تؤخرا وإن وفرض ونفل حصلا أوفى بكل مثله تحصلا وسنة الغسل نوال أكبرا جرد عن ضد وإلا الأصغرا وشعر ومعطفا تعهدي والدق وثلث وبيمنك ابتدي وتتبع الحظ بمسك والولا مسننه حضور جمعة كلا عيدني والنفاقة الإسلام والخسف الاستسقاء والإحرام دخول مكة وقوف عرفة والرمي والمبيت بالمزدلفة وغسل من غسل ميتا كما لداخل الحمام أو من حجما والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغض للبصر ويكره الدخول فيه للنساء إلا لعذر مرض أو نفاسا وقبل أن يدخل يعطي أجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجبا وشرته خوف من استعمال ماء فقد ماء فاضل عن الظما دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء تراب طاهر ولو غبار رمل لم استعمل ملتصقا بالعض أو منفصلا وفرده نقل تراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل وقصده ونية استباح فرد أو الصلاة والمساح الواجل المنبت واليدين مع مرفق ورتب المسحين وسنة تفرج وأن يبسمل وقدم اليمنى وخلل والولا ونزء ختم لأولى تضرب أما لثاني ضربة فيجب أدبه الكبلة أن يستقبلا
مكروهه ترب الكثير استعملا حرامه تراب مسجد وما في الشرع الاستعمال منه حرما مبطلهما أبطل الوضوء مع تواه من الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل وإلا لا ولكن أفضل إبطلها كي بالوضوء تفعل وردة تبطل لتوضي جد التيمم لكل فرض يمسح ذو جبرة بالماء مع تيمم ولم يعد إن وضع على طهرة ولكن من على عضو تيمم نسقا جعلا وجنوبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم تيمما وليتيمم محدث إذ غسلا عليله ثم الوضوء كملا وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمما عن حدث أو عن جنابة وقيل يعيد محدث لما بعد العليل ومن لماء وتراب فقدا الفرض صلى ثم مهما وجدا من ذين فرد حيث يسكت القضاء به فتسديد عليه فرضا إمكانهم من بعد تسع والأقل يوم وليلة وأكثر الأجل خمس إلى عشرة والغالب ست وإلا سبعة تقارب أدنى النفس لحظة ستون أقصاه والغالب أربعون إن عبر الأكثر واستدام فمستحضة حوت أجساما لم ينحصر أكثر وقت طوري أما أقله فنصف شهري ثم أقل الحمل ست أشهري وأربع الأعوام أقصى الأكثر وثلث عام غاية التصور وغالب الكميل تسع أشهر بالحدث الصلاة مع تطوف حرم للبالغ حمل المصحف ومساه ومع ذي الأربعة للجنوب اقتراء بعض آيات قصدا ولمث مسجد للمسلم وبالمحيض والنفاس حرمي الست مع تمتع برؤيتي والمس بين سورة وركبتي إلى اغتسال أو بديل يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع فرد على مكلف قد أسلم وعن محيض ونفاس سليما وواجب على الولي الشرعي أن يأمر طفل بها لسبع والضرب في العشر وفيها إن بلغ أجزت ولم تعد إذا منها فرغ لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نام أو للجمع أو للإكراه ووقت ذر من زوالها إلى أن زاد عن مثل شيء ضللا ثم به يدخل وقت العصر واخترى مثل ظل ذاك القدر جزى إلى غروبها أن تفعلا ووقت مغرب بها قد دخلا والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر وغاية العشاء فج يصدق معترض يضيء منه الأفق واخترى للثلث وجوز إلى صادق فج وبه قد دخلا الصبح واخضر إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار ينداب تعجيل الصلاة في الأول إذ أول الوقت بلا أسباب اشتغل وسن الإبراد بفعل الظهر لشدة الحر بكتر الحر لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة صلاة ما لا سبب لها امنعا بعد صلاة الصبح أتى تطلعا وبعد فعل العصر حتى غربت وعندما تطلع حتى ارتفعت والاستواء جمعة إلى زوال والاسفرار بغروب ذي كمال أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة وحرم الكعبة إلى الإحرام وتكره الصلاة في الحمام مع مسلخ وعطان ومقبرة منبشة وطرق ومجزرة مع صحة كحقين وحزق وعند مأكل صلاة التائق مسنونها العيدان والكسوف كذاك الاستسقاء والخسوف والوتر ركعة لإحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر ثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كالأربع قبل العصر ثم التراويح فندبا تفعل ثم الضحى وهي ثمان أفضل ثنتان أدنها ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء
والنفل في الليل من المؤكد وندب تحية للمسجد تنتني في تسليمات لا أكثر تحصل بالفرد ونفل آخر لا فرد ركعة ولا جنازة وسدة للشكر أو تلاوة كرر بتكرير دخول يقرب وركعتان إثر شمس تغرب وفائت النفل المؤقت دوب قضاءه لفائتا ذا سبب والفر وترتيب فيما فات أولى لمن لم يخدش الفوات وجزاء يجمع بين العصر وجزاء تأخر مقدم أدى ولم يجز لما يؤخر ابتداء ويخرج النوعان جمعا بانقضام وقد تشرع لما قد فرضا ثم الجلوس جائز في نفله لغير عذر وونس الفضل أركانها 13 في الفرد قصد الفعل والفضية أو جماع التعيين أما ذو سبب والوقت فالقصد وتعيين وجب كالوتر أما مطلق من نفلها ففيه تكفينية لفعلها دون إضافة لذي الجلال وعدد الركعة واستقبال ثاني قيام قادر القيام وثالث تكبيرة الإحرام ولو معرفا عن التنكير وقرن النية بالتكبير في كله حتما ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غفيل ثم انحنى لعجزه أن ينتصب من لم يتك يقعد كيفما يحب وعاجز عن القعود صلى لجبه وباليمين أولى ثم يصلي عاجز على قفاه وبالركوع والسجود أومأه بالرأس إن يعجز فبالأجفان للعجز أجل القلب بالأركان ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز إن يتك شيئا فعل والحمد لله في ركعة لمن سبك ببسم والحروف والشد نطق وأبدل الحرف بحرف أبطل وواجب ترتيبها مع الولا وبسكوت قطعت إن كثر أقل مقصد لقطع ما قرى لا بسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا ثم من الآيات 7 أولى من التفريق ثم ذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها واركع بأن تنال كف لركبة بالانحنى والاعتدال عود إلى ما كان قبله فزل وسابع السجود مرتين مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع وقعدة بينهما للفصل ويطمئن لحظة في الكل ثم التشهد الأخير فاقعد فيها مصليا على محمد ثم السلام أولا للثاني والأخير ترتيب في الأركان أبعدها تشهد تبتدي ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الأخير ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال ثاني من سبء وفي بتر للشهر صمي إذ ينتصي فيه سنتها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء يقع شرطهما الولا وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب معرفة الأقاتل المهتسب وسنة ترتله بالعجي وخفض في إقامة بدرج والالتفات فيهما إذ حعلا وأن يكون ظاهرا مستقبلا عدا أمين صيتا مثويبا لفجره مرجعا مهتسبا مرتفعا كقوله أجبه مستمع ولو مع الجنبه لكنه يبدل الضلع عليه إذا حكى أذانه بالحقلة ورفع لليدين في الإحرام سن بحيث لبهم حيث شحم الأذن مكشوفة وفريق الأصابع ويمتلي التكبير حين ولركوع واعتدال بالفقر ووضع يمنه على كوع يسر أسفل صدر نظرا محل سجوده وجهة وجه الكل وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بأمين جهر وسورة والجار أوسر أثر وعند أجنبيين الأثى تسر وكبيرا لسائر انتقالي لكن ما تسمع الاعتدال ورجل ركع جف مرفق كما يساوي ضره وعنقه والوضع لليدين بعد ركبة منشورة مضمومة للكعبة ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كشبر بين قدميه وجلسة راحة خفيفا في كل ركعة تقوم عنها وسبح الركعة أو إن تسجد وضع على الفخذين في التشهد يديك وضم نشرا يسرك واقبل سوى سبابة يمناك وعند إلا الله فالمهني لا ارفع لتوحيد الذي صليت له والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الإمام
إمام حاضره بالسلام وهم لو ردا على هذا الإمام. شروطها الإسلام وتمييز للسبع في الغالب وتمييز للفرد من نفل لمن يشتغل والفرد لا ينوى به التنفل وتهر ما لم يفع عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث وغير حرة عليها سترة لعورة من ركبة للسرة وحرة الوج والكف بما لا يصف اللون ولا قدرة ما وعلم أظن لوقت دخل واستكملا لا في قتال حلينا أو نفيلات سفر وإن قصر وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا بمد صوتك أو مفهما ولو بضحك أو بكاء أو ذكر أو قراءة تجرد للفم أو لم ينوي شيئا أبدا أو خطب العطس بالترحم أو رد تسليما على المسلم لا بسعال أو تنحنح غلب أو دون ذين لم يدك ذكرا وجب وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فلا ولد وملكتدا وفعله كثير لو بسوي مثل موالاة ثلاث خطوي ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة إذ تغير ندبا لما ينبه يسبح ويبضى لكفها تصفح ويمتل الصلاة ترك ركن أو فوات شرط من شروط قد مضوا مكروهها بكف ثوب أو شعر ورفعه إلى السماء بالبصر ووضعه يد على خصيرة ومس ترب وحص عن جبتي وحته اليدين في الأكمام في حالة السجود والإحرام والنقر في السجود كالغراب وجلسة الإكأك كالكلاب تكون أليته مع يديه بالأرض لكن نصيبا سقيه والالتفات لا لحاجة الله والبسك لليمين أو للكبلة قبيل تسليم تسن سجدة لسوي ما يبطل عمله الصلاة وترك بعض عمدا أو لذهني لسنة بل نقل ركن كوني وكل ركن قد تركت سهيا ما بعده لغ إلى أن تأتيا وترك بعض عمدا أو لذهني بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه ومن نسي التشهد المقدم وعد بعد الانتصاب حرما وجاهل التحريم أو نس فلا يبطل عوده وإلا أبطلا لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب ومقتد لسويه لن يسجد لكن لسوي من به قد اقتدى وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل وليأتي بالبقي ويسدل الخلل.